صباح الجمال، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل قشطوطه بابسط واجمل طريقه. القشطوطه دي ايه بس بقى؟ ده احنا هنعمل النهارده المدلعه، سميها بقى زي ما انت عايزه تسميه، بس الاسم المتاح ليها هي القشطوط. عايزه اقول لكم ان القطعه بره اقل قطعه ب 55 جنيه. طب وعلى ايه؟ عايزه اقول لكم ان انا عملت الصينيه دي ما شاء الله ما كلفتنيش غير 60 جنيه تقريبا ولا حاجه. بصوا بقى، ثلاث اطعام مختلفين بابسط واجمل طريقه، هخليكي بجد احترافيه فيها من اول مره. شايفين الجمال والحلاوه؟ تعالوا كده اوريكم جمالها كده وقد ايه الكيكه بتاعتها طريه كده. وبصوا بتنزل لبن، عايزه اقول لكم بتنزل كده من اللبن حاجه بجد تحفه ما شاء الله. مقاديرنا النهارده سهله وبسيطه وعلى قد الايد. ايه رايكم في الجمال؟ طب ايه رايكم في الحلاوه؟ لايك وكومنت وشير، واتمنى لنا الخير. وبحب اشكر كل اخواتي ومتابعيني اللي بيتضموا معايا جديد، بحبكم في الله يا اجمل واحسن متابعين في الدنيا كلها. ايه رايكم في الجمال والحلاوه؟ طبعا انا عشان بحبكم عملت لكم النهارده القشطوطه في البيت. صلوا على النبي كده عليها افضل الصلاه والسلام. اول حاجه انا هشتغل في الكبه، تمام؟ طبعا ممكن تشتغلي في الخلاط او بالمضرب اليدوي عادي جدا. هحط ايه بقى؟ هحط بيضتين، ماشي، كل حاجه يا جماعه بدرجه حراره الغرفه، مفيش حاجه ساقعه. وبعد كده عليهم كيس من الفانيليا، عليهم كوبايه من السكر، عليهم كوبايه الا ربع من الزيت، ماشي، وعليهم كوبايه من اللبن. وهضرب كل الكلام الحلو ده في الكبه كده، تمام. انا بصراحه ما كانش عندي سكر حبيبات غير نص كوبايه، فكان عندي سكر بودره، فقمت حاطه نص ونص، تمام. وبعد كده ضفت اللبن معاكوا اهوت، وهضرب كل الكلام ده كويس الاول. وبعد كده هضيف لهم ايه بقى؟ مواد الجافه، وهي عباره عن كوبايتين ونص من الدقيق. انا هحطه كل مره واحده كده اهوت، تمام. واخر حاجه خالص كيس من البيكنج باودر. وبعد كده هبدا ان انا اخفق كويس جدا، تمام. وفي النص كده هقوم موقفه الكبه، وبالمعلقه كده اقوم منزله كل الحروف كده، بحيث ان هي لو فيها دقيق ولا حاجه، تمام كده. معايا صينيه مربعه، يستحسن جدا ان انت تشتغلي في صينيه مربعه، ده القوام مظبوط جدا جدا. همسحها كده بمنديل بنقطه زيت، وبعد كده ابطنها بالدقيق كويس جدا، وابدا اسمي الله وانزل القشطوطه بتاعتي، قصدي الكيكه بتاعتي. زي ما انتم شايفين القوام بتاعها ما يكونش خفيف قوي، تمام كده. وهحاول ان انا اسويها كده على قد ما اقدر بالمعلقه، بس انا ما بلمس القعر، تمام. يعني بسويها كده بالراحه خالص، بحيث ان انا اوزعها كويس جدا في كل المكان، وما بلمس القعر عشان الزيت ما يعني ما يتشالش مني وتلزق في الاخر، تمام. هديها هبدا كده اهوت على طول، وبعد كده هدخلها الفرن. زي ما انتم شايفين ما شاء الله ما خدتش ربع ساعه، ماشي، وطلعت معايا اختبرتها بالخله وما طلعش في الخله اي حاجه، يبقى كده الكيكه بتاعتك ناجحه جدا جدا، تمام. هبدا ان انا اخرمها بس كام خرم بسيط، وبعد كده هبدا ان انا اقلبها بكل سهوله، مش لازقه واخده لون حلو جدا ما شاء الله، اللهم بارك. بعد كده هقلبها زي ما انتم شايفين في قلب الصينيه كده، ومعايا كوبايه الا ربع من اللبن، تمام، عليهم معلقه واحده من السكر، وبعد كده قمت ضايفاهم كده اهوت على طول، خلاص كده زي ما انتم شايفين في كل حته كده، بحيث ان هي ايه تشرب كده اللبن كويس جدا. عايزه اقول لكم بجد ان الكيكه كانت خطيره. انا عارفه ان شاء الله الاول ما تجربوها كده بجد هتدعوا لي عليها. زي ما انتم شايفين كده اهوت نوزع اللبن، وبعد كده ضربت كيس من الكريم شانتيه، تمام، اللي هو الكيس بصراحه اللي هو دريم، خلاص كده. وبعد كده قمت حطاه في كيس حلاوي، يعني كيس اللي هو السندوتشات بتاع التلاجة العادية خالص، وقمت موزعاه كده اهوت، بحيث ان انا ايه اعرف اوزعه كويس جدا، خلاص كده. وبالمعلقة كده اهوت بالراحة خالص، وايه حاولي بقى ان انت توزعيه في كل الاماكن كده. وعلى فكرة لو مش متاح عندك الكيس، ممكن تجيبي تمن مثلا من عند العطار كريم شانتيه خام، وعليهم نص كوباية مية مثلجة او مثلا لبن على حسب ما انت عايزة، يعني اهم حاجة تكون متلجة كويس جدا، لان بصراحة اول ما بتبقى المية متلجة وبتنزل على الكريم شانتيه بيقفش كده وبيعمل معاكي فوم على طول. زي ما انت شايفة كده هوت ما شاء الله بوزعها كويس جدا جدا. هنا بقى عندك للتزيين 3-4 اختيارات، واللي هي ايه؟ اول حاجة لو انت عايزاها كلها كده صوص كراميل من فوق، هتجيبي نص كوباية سكر على معلقتين بس كده من الميه، وهتضيفيهم على النار على طول. اول ما يبداوا ان هم يلونوا معاكي هتضيفي لهم نص كوبايه لبن بمعلقه نشا صغيره جدا، بعد كده هيبقى معاكي اجمل واحلى صوص كراميل، تمام كده. بصراحه بقى انا كان متوفر عندي ايه كيس من اللي هو شفت الباكيتات بتاعت الكريم كراميل، انا كان عندي الكراميل بتاعه، فبصراحه استغنيت عن خطوه ان انا اعمل لها كراميل في البيت، فقمت فتحها فتحه صغيره خالص، وقمت جايه انا هعملها 3 اطعم مختلفه من فوق، خلاص كده. اول حاجه معاكم زي ما انتم شايفين هحاول ان انا اخرم الخرم بسيط خالص كده، وانزله كده اهوت على الوش لغايه الربع كده بس، خلاص كده. وهجيب عصايه الشيش طاووق، وهبدا ان انا اخدها كده زجزاج، بحيث ان هي ايه تطلع بجد نفس الشكل بتاع باللبن. شايفين الجمال والحلاوه ما شاء الله، عملت شكل كده في منتهى الجمال. تاني حاجه يا بنات، انا خدت نص كوبايه من اللبن، عليهم نص كوبايه من الزيت ونص كوبايه من السكر ومعلقتين من الكاكاو، وقمت ضربهم وعامله صوص
كاكاو زي ما انتوا شايفين كده اهو. خلاص ده صوص شوكولاته كان خطير بجد. وبعد كده كان عندي بسكوته كده بالشوكولاته وقمت مكسراها كده اهوت بالسكينه، وقمت جايباها في الربع الباقي كده واحط عليها من فوق صوص شوكولاته كده، وكان باقي شويه صغيرين جدا من الكريم شانتيه قمت حطاهم برده، فبقوا معايا ثلاث اطعم مختلفين بس بجد كانوا الثلاثه احلى من بعض. تمام كده زي ما انتوا شايفين. يعني انا بالصراحه بحب ان انا لما بعمل الحاجه تكون حلوه وعيالي بيحبوها، فبحب احط كل حاجه هم بيحبوها فيها عشان بصراحه يبقوا مبسوطين جدا جدا. ده شكلها يا بنات، انا دخلتها الثلاجه مفيش بس ربع ساعه ونبدا بقى نسمي الله ونقطع ونشوف العظمه ما شاء الله. اللهم بارك. انا عارفه ومتاكده ان لما تجربيها بجد هتدعي لي حرفيا كده بسرعه اعمليها وفرحي عيالك بيها. وداعا كده لغلاء الاسعار اللي بره القطعه، يعني ايه قطعه ب 45 وب 55 وب 65 لغايه 75 وانت طالعه. بصراحه النهارده هنعملها في البيت بابسط واجمل طريقه وبسعر قطعه واحده هتاكل البيت كله كده. اللهم بارك وبجد هيشكرك جدا. شايفين يا جماعه الجمال والحلاوه؟ وبس كده يا اخواتي الفيديو كان خلص. لو عجبكم ما تنسوش اللايك والكومنت والشير، وبحبكم في الله اجمل واحلى متابعين. وما تنسوش كده تجربيها وتقولي لي ايه رايكم فيها.